السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متحدث هنا سؤال أخي بيسأل، هو زوجته قاعدة على كرسي، يعني رجلها متحركش خالص وده بتحرك بصعوبة شديدة، فهي الأخت بدأت يعني تشعر إن زوجها بقى يزهد فيها علشان يعني ما بقاش صحيا قادر يعني يغسلها وكده، يعني هو 48 سنة فكبير في السن شوية، فتقالت فقالولها ممكن تتيمم بعد الجماعة، فهي بس مش عارفة تاخد الفتوى دي ولا لأ. ما هو زوجها غير ملزم بتغسلها، يعني لا هو غير ملزم، بس هي عايزه تسهل عليه الامر، هي حاسه ان هو مش يعني يزهد، يعني بيحاول يقلل عشان ما يتعبش. والله يا اخي الكريم، هي يجوز لها ان عجزت عن الاغتسال تيممت، وليس الزوج بملزمين بان يغسلها، انما هذا فضل منه، فان هو اعتذر وهي أخذت بالقول بأنها مضطرة، هي مضطرة لذلك لا تستطيع، فلا بأس، لكن أنصح أن يأتوها بخادمة، لكن خادمة مشكلة. هي تكلفة تقريبا من خادمة، مش عايزة يعني. طيب الذي عندي قلته لك.